فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما معنى هذا التجلي؟ وهل من فسره بنور الله تفسيره صحيح؟ الآية فيها تجلى ربه، ليش نجيب إضافة نقول تجلى نوره؟ تجلى ربه تجليا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. والله أراد أن يبين لموسى أنه لا يطيق رؤية الله في الدنيا. الجبل ما ثبت، الجبل الراسي ما ثبت لما تجلى الله له، فكيف يتجلى للآدمي في الدنيا؟ هذا في الآخرة. يا الله يعطي المؤمنين قوة على رؤيته سبحانه وتعالى ليكرمهم بذلك، تقر أعينهم بربهم. وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله، ما يستطيع الناس أن يروا الله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.